الله الرحمن الرحيم. أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نحييكم في مساء الرموز، نحييكم في هذا المساء الملتهب للملاك والمضمرين، نحييكم في مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. هذا السباق الذي يقام في هذه الأيام وفي هذا اليوم، نصل إلى يوم اللقايا، نصل إلى محطة اللقايا والأشواط المفتوحة لأبناء القبائل. اليوم هو السبت، يوم تاريخي، 23 من شهر ديسمبر لعام 2017، الخامس من ربيع الأول لعام 1439 للهجرة. أيها الأعزاء، أول أشواط المساء، الشلفة الفضية، يستعد هذا الشوط للانطلاق على قدم وساق. مسافات هذا اليوم هي 5 كيلومترات. تشارك في هذا الشوط الأول الرئيسي 13 اسما حاضرا في شوط الخنجر، متواجدا كنخبة النخبة ونقوة النقوة. وهكذا أيها الأعزاء ينطلق الشوط الأول، الشوط المفتوح، شوط الشلفة الفضية. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. تنطلق هذه السباقات بالتوجيهات السامية والأوامر الحكيمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبإشراف اللجنة المنظمة لسباقات الهجن بمتابعة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. أيها الأعزاء، هكذا ينطلق الشوط الرئيسي، أقوى أشواطنا المفتوحة للبكار في مساء هذا اليوم، إضافة إلى الخنجر، إضافة إلى الشلفة الفضية. هناك جائزة عينية قيمة بالانتظار، عبارة عن سيارة تويوتا ستيشن في اكس ار بالانتظار. الفي اكس ار وضعوا الشلفة في وسط الفي اكس ار وفي بطن الموتر الفي اكس ار لمن سينتزع المركز الاول. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الاول على الهواء مباشرة، العاصمية على المركز الاول لناصر بن عبد الله بن احمد المسند ممثل ابناء الخور الدائم مع المركز الأول مع مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني مغيظة، وصلة مغيظة لخليفة بن حمد بن خليفة العطية تتقدم ممثلة لأبناء الجريان. دور المركز الثالث، العفريت على المركز الثالث لسعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي. ننتقل إلى المركز الرابع ومن تتسلل التماس أيضا لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على المركز الرابع. دور المركز الخامس ومن تتقدم على المركز الخامس، وصلة مهابة لسالم بن عبد الله بن سعيد العيدة، يصل شعار اللورد من أقوى الأسماء المرشحة في هذا الشوط، وأيضا كل الأسماء الحاضرة في المقدمة مرشحة ترشيح قوي لاختطاف الشلفة الفضية في مساء هذا اليوم. العودة إلى التغيير الذي طرأ وجرى على مقدمة الشوط. الله، شوط استثنائي يا مضمرين، يا ملاك، يا متابعين، لمن الشلفة الفضية في مساء هذا اليوم. الشلفة تلمع والعيون تدمع، والله سبحانه وتعالى هو من يعطي ويمنع. مقدمة الشوط مغيظة 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 على المركز الأول، خليفة بن حمد بن خليفة العطية يدفع بمغيظة في شوط الشلفة، الشوط المفتوح، الشوط الذي تسلط عليه وسائل الإعلام وتسلط عليه الأضواء. الله، العفريت
العفريت سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي مع المركز الثاني العفريت ومغيضة في معركة مسائية على اختطاف الشلفة الفضية. يا مضمرين، أقوى أشواط اللقاية البكار في هذا المهرجان، في هذا المهرجان، في أول سباقاتنا الختامية لمن سينتزع ناموس هذا الشوط الغالي. التهاني والناموس ستذهب إلى من هؤلاء الملاك. المركز الثالث، هنا وصول خطير على صعيد المركز الثالث، وصلت استقبال لصالح بن محمد بن علي مطوع النابت على المركز الثالث. الله، يا سلام يا سلام. المركز الرابع شعار اللورد، ومن خلال الشعار نرى شعار اللورد على المركز الرابع عبد الله بن سعيد العيدة، بينما المركز الخامس، المركز الخامس سنتعرف عليه بعيد الثلاثة المراكز الأولى عن بقية المراكز المتأخرة قليلا. إذن هذه نتيجتنا أيها الأعزاء. كيلو وين يا ملاك؟ كيلو وين يا مضمرين؟ الله، مغيضة مع الشلفة، مغيضة مع الشوط المفتوح. يا خليفة بن حمد العطية، الله يا خليفة، الله يا خليفة. الحاضر خليفة اليوم موجود في أرضية الميدان، اللحظات الحاسمة. الكيلو وين؟ الأخيرين. المركز الثاني، هنا العفريت سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي. المركز الثالث، استقبال صالح بن محمد بن علي مطوع على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع تتقدم فيه وتتسلل سحايب سعد بن حمد بن فهيدة الفهيدة، بينما المركز الخامس وصلت وانطلقت عنفق لناصر بن عبد الله المسند. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء. الشلفة تقترب يا ملاك، الشلفة تقترب، تفصلنا عن الشلفة أمتار قليلة وثواني معدودة لمعرفة بطل هذا الشوط المتوج بالشوط المفتوح. الشوط المفتوح، مغيضة 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 انطلقت إلى الشلفة، مغيضة انطلقت إلى الشلفة، مغيضة تحركت، يحدوها الأمل، يحدوها الأمل لاختطاف الشلفة وإهداء هذا الشعار الذي تعود على اختطاف المراكز الأولى. تعود شعار العطية على الحضور في المهرجانات الكبرى، على الحضور والنزول بأقوى ما لديه، بأعتى ما لديه. مغيضة مع المركز الأول. الكيلو متر الأخير، كيلو حبس الأنفاس، كيلو تكون أو لا تكون. يا سلام، مغيضة مع المركز الأول، مغيضة مع صدارة الشوط. خليفة بن حمد بن خليفة العطية والعصا قوس. يا سلام يا بوي، هل الجريان، هل الجريان نقلت السلام من هذه اللحظة إلى أبناء الجريان على الهواء مباشرة. المطوع خطير، استقبال قادم على المركز الثاني مهابة سالم، أو هنا استقبال، استقبال تصل مع صالح بن محمد بن علي المطوع مع المركز الثاني، والفهيدي قادم. يا بوي سحايب سعد بن حمد بن فهد آل فهيدة، ولكن نعود إلى مغيضة، إلى مغيضة وخليفة بن حمد العطية. خليفة بن حمد بن خليفة العطية يقودها سعيد بن بطي الزعبي في هذا الشوط الحساس المغامر، يغامر بهذا الشوط. الله، الجريان، الجريان، أبناء الجريان مساكم خير، مساكم ورد، أسعد الله مساكم بكل خير. الشلفة، الشلفة، الشلفة إلى العطية، إلى خليفة بن حمد بن خليفة العطية. يستاهل العطية، يستاهل العطية. المركز الثاني سحايب، ولكن مغيضة خلاص خطفت الشلفة، أهدت الشلفة إلى أبناء الجريان. سلام يا مغيضة، سلام، سلام يا مغيضة، سلام. تنتزع الشلفة وتهديها إلى خليفة بن حمد بن خليفة العطية. تهانينا والناموس. المركز الثاني سحايب سعد بن حمد بن فهيد آل فهيدة. المركز الثالث، المركز الثالث استقبال صالح بن محمد بن علي المطوع. المركز الرابع، المركز الرابع زمزمة لعلي بن حمد بن علي بن راشد المقارح. المركز الخامس، المركز الخامس خداعة حمد بن عبد الله بن سعيد العيدة. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم. مغيضة تختطف وتنتزع الشلفة الفضية لشوط اللقاية البكار المفتوح. تهانينا والناموس لمالك مغيضة خليفة بن حمد بن خليفة العطية.
قادها المغامر سعيد بن بطي الزعبي في هذا الشوط ليحقق هذا الفوز المستحق في مساء هذا اليوم. تهانينا والناموس لمالك مغيضة خليفة بن حمد بن خليفة العطية، والتهاني لسعيد بن بطي الزعبي من قادها للفوز بهذا الشوط وبهذا الرمز الغالي. إذن هذا هو ملخص شوط الشلفة الفضية الشوط المفتوح. تهانينا لمن يستحقونها للعطية ومحبين شعاره. هذه لحظة وصول مغيضة إلى خط النهاية قاطعة المسافة الشوط في 7 دقائق 22 ثانية. 3 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. المركز الثاني وصلت فيه سحايب قطعت المسافة في 7 دقائق 24 ثانية. جزء 1 من الثانية تهانينا والناموس لمالك سحايب سعد بن حمد بن فهيد آل فهيده المري. المركز الثالث وصلت فيه استقبال قطعت المسافة في 7 دقائق 27 ثانية. 7 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لصالح بن محمد بن علي المطوع على هذا الفوز المستحق. تهانينا والناموس.